سلام البنات، كديرين؟ كلشي مزيان. اليوم فيديو مختلف على الفيديوهات اللي كنحط في القناة. اليوم غادي نهضر على المنتوجات ديال بارا فارماسي اللي ديجا استعملت واللي كاين فيهم لي قريبة سالة. المهم غادي نبداو بواقي الشمس. احسن واقي الشمس بالنسبة ليا البشرة الدهنية الى المختلطة. كاين هاد دايلونغ فاس اس بي اف 50 في ليكرون. هذا واقي شمس عالي، النسبة ديالو عالية، اس بي اف 50 للبشرة الدهنية، وعندو حماية عالية من الشمس. أكثرية كنستعمل أنا هاد في الصيف أكثرية، حيتاش هو واقي مقاوم للماء، يعني ملي كنديرو في البحر وهذا، واخا زعما واخا الماء وهذا ما تيتحيدش ليا من وجهي، وكيعجبني بزاف. وطبعا اي واقي شمس راه خاص مثلا كل ساعتين واحد غادي يبدلو، دونك هذا كنستعملو اكثريه في الصيف. عندي واحد اخر اللي كنستعملو دابا في هاد الوقيته هادي بالضبط، عندي هاد لاغوش بوزي، حتى هو اس بي اف 50، غير هذا الفرق ما بين هذا وهذا، هذا تانتي وكيعجبني انني نخرج بلا ما ندير لا فوندو تان لا والو، تيعجبني نديرو. وهذا كما قلت لك الوقايه جد عاليه، يعني اكثر الا هكا مشيت البحر، يعني اللي غادي نتعرض الوقيته اللي غادي نتعرض للشمس بزاف. كما كتعرفوا ان البشره مهم ضروري خاص داك كريم ادغاتون، لحقاش أهمية ترطيب البشرة، وأصلا بدون ترطيب راه البشرة كتكون جافة وكتكون مزويناش. دونك أحسن كريم للترطيب عندي هو هاد سيتافيل، ديجا استعملت شي وحدين، مي هذا هو اللي جا معايا. أنا أصلا البشرة ديالتي عادية من المختلطة، دونك هذا كنستعملو أكثرية في القيته ديال الشتاء والبرد، كنستعملو ديما، كنستعملو بالليل، كنستعملو بالنهار، غير بالنهار قبل ملي كنغسل وجهي مزيان تنستعملو، تندير ملي غنخرج تندير هاد، يعني تنستعمل هذا كنخليه في البشره ديال واحد 10 دقائق صافي، وتنحط هاد واقي الشمس. كاين هاد الفيتامين، هذا طوب طوب واعر واعر بزاف، كيعجبني بزاف. هذا فيتامين سي سيروم، اونتي تاش، كما مكتوب في اونتي تاش، اونتي غيد، كيحيد لي تاش اللي كيكونوا في الوجه، ومضاد للشيخوخه. دونك يمكن ليه يستعملو اي واحد، يعني في اي لاج، البشره كيحمي البشره، كيوحد لون البشره، كيعطيها النضاره، مضاد للتجاعيد، اصلا هنا مكتوبه فيزاج ايكور، يمكن نستعملوه الوجه والجسم، اونتي تاج اونتي غيد، مضاد مضاد للشيخوخه، ومضاد للاثار، اثار الحبوب والعطاش اللي كيكونوا في الوجه. كيفيه الاستعمال ديالو، كناخذو يا يمكن ناخذوه يمكن ناخدوه نغسلو مزيان وجهنا الصابون ولا اي حاجه باش شنو كتستعملوا لوجهكم، وناخدوه بالليل، ضروري نستعملوه بالليل. كاين اللي كنصح بيه يستعملوه بالنهار، مي انا تنظن احسن انه يتستعمل بالليل، واخا نقولوا اننا نجلسوا غير في الدار ونستعملوه، ما كاين، كتدخلي الكوزينه كاين الحراره كاين، دونك احسن حاجه الواحد يستعملوه بالليل. ناخدو شويه ونديروه لوجهنا كل ليله او نهار نهار، لا على حسب كل واحد والروتين اللي كيدير بالليل. دونك هاد لي فيتامين سي كاين الانواع، كاين المركز، كاين المركز، دونك احسن حاجه الواحد ياخد نسبه اللي تكون خفيفه، يعني نبداو باش الوجه يتاقلم بهاد السيروم، ناخدو اللي كيكون مخفف 10%، احسن حاجه كاين 5%، 10%، 20%، ناخذ مخفف. وما كنصحش به البشره الحساسه، ما غاديش يدير لها التهيج وهذا، دونك بلاش. شنو نقولوا الثمن ديالو،
البخي الثمن ديالو 127 درهم، دونك الثمن مناسب بالنسبة لهداك الشيء اللي فيه ديالو، راه ثمن جد مناسب. كنستعملوه يمكن لنا بحال دابا، أنا كنستعملو حتى في الوصفة الطبيعية، مثلا أي وصفة طبيعية اللي كنستعملها هكا بالليل، كتاخدي شوية منه كتقطري كيجي مزيان. وهذا اللي زوين هاد بروفيتال، اللي زوين فيه انه هذا مخفف، هاي في فيتامين سي مي مخفف بالكولاجين. حنا كنعرفوا الكولاجين اللي مهمة للبشرة، هي اللي كتعطي النضارة للبشرة الى اخره. وفي فيتامين او، وفي بروبولين غليكول، دونك هادو باش مخففين. داكشي علاش هذا زوين بزاف، وكنصح به ان اي واحد ياخذو راه زوين. وندوزو لا كريم اللي كنستعمل، كريم ايدغاتون ديال اليدين. هادو كنستعملو اليدين مثلا هكا بالشقا، غسلتي الموان وكذا، هكا كيكون حتى كتستعمل اليدين وكيجي زوين، كيعطي الترطيب، كيعجبني بزاف. صافي هادشي. باقي عندي فيتامين او معروف في الوصفة الطبيعية، كنزيدو في لي شامبوان، اي شامبوان خديتو كندير فيه شي 3 نقيطات. ومهم مهم فيتامين او، هو هادو كلهم، هاد لي فيتامين كلهم راه مش غادي نقولك كيعالجو لي طاش ولا تيحيدو الحبوب، غير هما تيخفو وكيعطيو نضارة للوجه. صافي هادو هما لي برودوي لي عندي. وهاد المنتوجات كناخدهم من واحد لاباج في الانستغرام كدير لي ريدكسيون دو 10%، غنخليها لكم الى باغينا، غنخليها لكم في لا بار دانفو. ولا عجبكم هاد الانواع ديال لي فيديو شنو كنستعمل وهذا، خليو ليا لي كومونتير وشنو بغيتو، بحال اش فيديوهات اللي نتوما باغيين نبقى ندير. وكنتمنى ان هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تابوناو وديروا لايك. ميرسي. والناس اللي اول مره غادي يشوفوا القناه ديالي، مرحبا بكم، وما تنساوش تكليكوا على ابوني وتفعلوا الجرس وتخليوا لي لايك الى عجبكم الفيديو. شكرا بزاف.